احنا متواجدين حاليا بمدرسة دلال المغربي لحتى نتعرف واياكم على اصل حكاية هالشهيدة وهالمناضلة الفلسطينية. دلال المغربي قائدة عظيمة ربت وربت وربت وسعت من أجل دعم القضية الفلسطينية ودفاع عن هذا على ثرى هذا الوطن الطاهر ودفاعا على القدس وتحريرها. هذه المناضلة ربما ماتت وصعدت روحها إلى السماء، ولكن ما زالت أمهاتنا تنجب ألف دلال وما زالت روحها ثارية فينا. دلال المغربي أعطتنا الكثير، وأنا شخصيا أفتخر بأنني أنتمي إلى مدرسة دلال المغربي التي تحمل هذا الاسم الرائد. وأمنية حياتي أن أصل للدرجة التي توصلت إليها الشهيدة المناضلة دلال المغربي. دلال المغربي مناضلة خاضت الجهاد والنضال منذ بداية حياتها، فكانت من المناضلات الجريئات اللواتي قمنا بعمليات استشهادية. تشرفنا في وزارة التربية والتعليم بتسمية المدرسة باسم الشهيدة دلال المغربي، حيث أن ذكراها الخالدة تبقى موجودة عبر الزمان.